جزاكم الله خيرا، ما حكم قص المرأة شعرها من الأمام بما يسمى قصة؟ هل في عملها هذا شيء؟ جزاكم الله خيرا. هذه القصة من الأمور المستحدثة التي جلبتها لنا الحضارة الحديثة وتشبه بالأجنبيات، فهي غير مرغب فيها. وشعر المرأة جمالها، يجب عليها أن تحافظ عليه. وإذا كانت عند أداء نسك الحج والعمرة تؤمر بأخذ قدر الأنملة من شعرها مع أنه نسك، فدل هذا على أنه مطلوب من المرأة أن توفر شعرها وأن تصلحه، لأنه جمالها، ولأن في قصه تشبها بالنساء التي نهينا عن التشبه بهن، لأنها ما عرفت هذه العادة وهذه الموضة إلا في هذه السنين الأخيرة لما جاءت هذه التقاليد من الخارج. نعم.